الموت عند انتهاء الأجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لا يمكن للإنسان أن يقدم أجله أو أن يؤخر. منذ أن كان في بطن أمه أكتب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد مكتوب على الإنسان. ما يملكه، كان شاب، كان صغير، كان قوي، كان ضعيف، كان صحيح، كان مريض، هذا لا يقدمه ولا يؤخر. كما تعرفون في قول القائل: مات من غير علة، وكم من سقيم من عاش حين من الدهر. فهذا ليس فيه. ويذكر سماحة الشيخ قصتين وقعتا يعني عنده، فيقول: في ليلة من الليالي رن الهاتف في البيت، فيقول: قمت، فإذا هناك يعني رجل إنسان فاضل اتصل أبنائه يقولون بأن أبانا في المستشفى قد أجريت له عدة عمليات وأنه الآن يحتضر، ويطلبون من سماحة الشيخ الدعاء له. فيقول سماحة الشيخ: أنا يعني ما خرجت من البيت في تلك الليلة، وفي الصباح يعني وقع في نفسي أن الرجل خلاص فارق الحياة، أجريت له عدة عمليات وهو شيخ كبير عمره 80 سنة، ولكن جاءت الأخبار بعد ذلك بأنه عاد إلى صحته كأن لم يكن أصابه مرض. وكان هذا قبيل رمضان، ورجع ذلك الشيخ الكبير يصلي بهم صلاة التهجد في رمضان، وكان يقرأ، يقول سماحة الشيخ، في كل ليلة يصلي بهم جزئين من القرآن الكريم، وعاش بعد ذلك سنوات عديدة رغم أنه أجريت له عدة عمليات وعمره متقدم 80 سنة وفي عدة أمراض. ثم يقول أيضا قصة أخرى لشاب كان صحيح الجسد، قوي مفتول العضلات، ويمارس الرياضة يوميا، فبعد أن مارس الرياضة وارتاح جلس مع زملائه في رمسة ويشربون ويأكلون وهكذا، قال لزملائه: أبا شوية غط إذا جاءت الأخبار في التلفاز أيقظوني. فلما جاءوا يوقظون وجدوه قثهان، ما كان يشتكي من أي مرض. فإذا الأجل هذا لا يوقفه شيء، الموت من الله سبحانه وتعالى، الأجل محدد، المرض هو سبب، لو لم يمرض سيموت في أجله. ولذلك هذا مسألة التي ناقشها العلماء في قضية أن الإنسان لو قتله أحد قطع عليه أجله، لا، هذا قول لبعض المعتزلة، لم يقطع عليه أجله، الله كتب له أنه سيموت بالقتل، سيموت بالسم، سيموت في نومه، سيموت يعني وهو يأكل، سيموت في سيارة في حادث، سيموت يعني في سفر، سيموت في منامه، تعددت الأسباب والموت واحد، فهذا أجله. أن لو لم يقتله أحد سيموت أيضا. والله سبحانه وتعالى يقول: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. شوف، لما تركوا القتال وقالوا الذي يذهب المعركة يقتل ويموت، قالوا نجلس في بيوتنا. قال الله ردا على هؤلاء المنافقين: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. سيأتي كل واحد إلى أجله. كأن الأجل كما يقول الشيخ درويش المحروقي رحمه الله في الدلائل، كأن يقول بينك، مثل نفسك وأنت الموت، أنت تسير وهو سائر إليك، فلا شك أنكما تلتقيان في نقطة، يوم الأيام تلتقيان في نقطة وفي لحظة من اللحظات، أنت سائر إليه وهو سائر نحوك. فإذا أجلك أنت تمشي إليه وهو يمشي إليك، ولا بد أن تلتقيا. هذا اللقاء يكون على صحة، على مرض، على حادث، على بدون سبب. ذلك ليس معناه أن هذا السبب هو الذي قطع عليك، لا، كم من شاب صغير أو ابن صغير حتى توفي، لكن ذلك عمره الذي كتب له، لن يملك أحد أن يزيد فيه ولا ثانية واحدة ولا دقيقة واحدة ولا ساعة واحدة، ولا ينقص أيضا من أجله شيء. ولكن كل ما ورد من نصوص يا إخواني، يعني من نصوص تبين، قال ما في شأن الصدقة بأن المتصدق ينسأ له في أجله، العلماء قالوا بأن هذا الحديث أولا أحادي، ما يعارض القرآن الكريم، وإنما إما أن يكون الإنساء هذا
بمعنى بركة العمر. العمر هو العمر، لكن عندما يتصدق ويعمل الخير يبارك الله له في عمره، فكأنه عاش 40 سنة كأنه عاش 80 سنة. فانظروا إلى الإمام السالمي لم يتجاوز 45 سنة، لكنه كأنه عاش حياة أعمار كثيرة، ترك الكتب وخرج العلماء حتى قالوا بأن أكثر علماء عمان من تلامذة الإمام السالمي. عمر قصير يعتبر 45 سنة، ولو قلنا 49 سنة لكان عمرا قصيرا. فبارك الله له في عمره بفعل الخير. فإنساء الأجل هنا المقصود هو البركة في العمر، وإنسان يعيش 100 سنة لأن عمره غير مبارك كله شر كأنه عاش لحظات فقط، كما ذكر عن نوح والله أعلم، يعني مجرد رواية، قيل وقد عاش 1000 سنة كيف وجدت الدنيا؟ قال وجدتها كدار له بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. هذه حقيقة الدنيا، وبينها صلى الله عليه وسلم في قوله: مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فالدنيا كلها بما فيها من نعيم وترفيه كشجرة تستظل بها وتجلس تأكل فيها أكلك أو تنام فيها نومة قصيرة ثم ترحل عنها، هكذا هي الدنيا. وفسر أيضا الإنساء في الأجل، إما أن الله تعالى يكتب في أم الكتاب، الملائكة عندهم كتب بعمر الإنسان، لكن عند الله أم الكتاب الذي تستمد منه المعلومات، بأنه سيتصدق في يوم الأيام فيزيد في عمره، لكن الملائكة لا تعلم، ثم بعد ذلك يعلمها الله سبحانه وتعالى. وهذا قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. وهذان التفسيران محتملان، والعلم عند الله في هذا الأمر، لكن الأجل لا يتغير، لأن الله تعالى يعلمه، يعلم ما هو كائن وما يكون وما سيكون، وقد حدد أجل الإنسان انتهى منه، هذه الدنيا انتهى منها، عند الله ماضي انتهى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات: ونفخ في الصور، بالفعل الماضي انتهى منه، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، تكلم عن الماضي، عند الله هذا شيء ماضي، شيء مقطوع به، انتهى منه. أما معنا نحن فنحن لا ندري. لذلك كان على الإنسان أن يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى باستحضار ذكر الموت دائما، فذكر الموت من الإيمان به حقيقة هو دواء لقسوة القلوب، وهو أيضا استعداد للقاء الله تعالى، يحفز النفس إلى العمل الصالح. إن تستمر دائما في محاسبة ومراقبة وعمل دائم، لأنها لا تدري في أي لحظة ستنتقل إلى الله، شأنها كما شبهوه بطالب يمتحن، قيل له انتهى الوقت تسحب عنه الورقة، لا تدري أنت متى تسحب ورقتك، وما في دور ثاني في الدنيا، دور ثاني، لكن في عند الموت خلاص ما في دور ثاني. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها عندما يأتيها من يشكو قساوة قلبه تصف له أمرين: كثرة ذكر الموت وكثرة قراءة القرآن. فكثرة ذكر الموت ترقق القلب. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فمن يحس قسوة في قلبه إما أن يزور القبور ويتذكر الآخرة، أو يستحضر الموت. وقد كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يتذكر، يجلس ليلة مع أصحابه ما لهم ذكر إلا الموت، من الموت والآخرة، من الليل أول ليل إلى آخر ليل، حتى تجل قلوبهم كالمرجل تغلي خوفا من الله سبحانه وتعالى. ونحن الواحد منا الآن عليه المعاصي والذنوب يجلس ينام وهو مرتاح، ويمشي وهو بطر وأشر ويكذب ويغش وينم ويغتاب ويظلم ويحقد ويحسد، ويظن بأنه كأنه مخلد في هذه الدنيا، هذا هو الغرور بعينه. ذلك كان الموت. لذلك قالوا بأن الموت قصم ظهر الجبارين،
فلذلك الموت يا إخواني هو حرب للغرور، حرب لكل مغتر، حرب لكل إنسان مغرور بالخلود في هذه الدنيا. والموت يجعل الإنسان في يقظة واستعداد دائم، استعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. هو الموت لا منجا ملاذ، هو الموت لا منجا منه ملاذ ومهرب. متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب، نؤمل آمالا ونبغي نتاجها، وعل الرجا مما نؤمل أقربه.